بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي طبعا في البدايه ان انا اوجه الشكر لكم جميعا كل الزملاء الموجودين على المنصه على المداخلات القيمه اللي هم قالوها واسمحوا لي يمكن يعني انتهز هذا هذا المحفل المهم للكلام بصوره مختصره جدا وفي صوره رسائل يعني مختصره بعد الكلام الكثير اللي عرض اليوم عن الدوله المصريه بتتحرك ازاي لتعميق الصناعه الوطنيه وانا بشكر حضرتك دكتور هاني على كلمه ان احنا بنتكلم على تعميق صناعه وطنيه وليس احلال واردات. لان في كل انحاء العالم زياده الصناعه وزياده الانتاج هيبقى دايما مرتبط بانك تجيب مستلزمات انتاج ومواد خام من الخارج، لان ما فيش دوله في العالم بتستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من كل شيء. عايز تزود صناعتك يبقى لازم وعايز تزود انتاجك في الداخل هتضطر انك انت تجيب مواد خام اكتر وهتجيب مستلزمات انتاج اكتر عشان تقدر تعمل هذا الموضوع طب احنا اتحركنا ازاي كدولة مصرية في خلال الفترة اللي فاتت ودي فرصة ان احنا كلنا نتحرك ونفهم الدولة المصرية اشتغلت ازاي لم يكن باستطاعة اي دولة ولا رجل صناعة انه يكلم على زيادة إنتاج وتوسع من غير ما يبقى عندي بنية أساسية. أستاذ محمد السويدي اتكلم وقال خلينا بس نفتكر 2014 و2015 كنا عاملين إزاي؟ هل كان يمكن أن نتكلم اليوم وإحنا قاعدين كده مع بعض على إزاي نتحرك لزيادة ومضاعفة صادراتنا ونتكلم على حلم 100 مليار دولار في خلال سنوات قليلة من غير ما كان يبقى فيه كهرباء كفاية؟ هل كان ممكن النهارده نتكلم على صناعه من غير ما يكون هناك غاز اللي بيدخل كمدخل اساسي في منتجات كثيره جدا في الصناعه تبقى كفايه؟ هل كان ممكن ان احنا نعمل الكلام ده من غير مياه شرب وصرف صناعي للمصانع بتاعتنا؟ هل كان ممكن ان انا اعمل الكلام ده من غير شبكه طرق تروح للمناطق الصناعيه الجديده اللي انا عايز اعمل فيها هذا الكلام وما يكونش ومن غير ما يكون عندي شبكه مواني بحريه ومواني جافه عشان تحرك حجم الانتاج وتدخل لي المدخلات وتطلع لي المخرجات بتاعت الصناعه بتاعتي هل كان ينفع هذا الكلام يتعمل من غير مناطق لوجستيه تبقى بتنشا في اطار متكامل تبقى مش فقط مواني ولكن مواني مع مناطق لوجستيه مع كل هذا الحجم من العمل اللي ما نطلق عليه البنيه الاساسيه عشان تخلق صناعه حقيقيه وتخلي صناعتك تنطلق فعشان كده لما الدوله المصريه استثمرت وهذه الاستثمارات بمنتهى الامانه لم يكن يعني اي كيان اخر بخلاف الدوله قادر انه يعملها. فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنيه الاساسيه اللي تخلينا النهارده واحنا قاعدين بنتكلم احنا ممكن نعمل كذا اه قادرين نعمل كذا. عندنا الطاقه الكهربائيه اللي تمكننا من ذلك عندنا الشبكه اللي موجوده عندنا اراضي صناعه مرفقه وعندنا مجمعات صناعيه جاهزه لو حب اي مستثمر كبير او صغير انه يدخل ويطلب ان هو يشتغل عندنا هذه الاماكن الجاهزه كان لازم نتحرك في تهيئه مناخ الاعمال وكان عندنا مجموعه من التشريعات اللي ذكرت ان كانت لازم تتعمل لها يا اما تشريعات جديده او تشريعات يتم تعديلها وهذا هو اللي قمنا به مجموعة تشريعات زي قانون الاستثمار المناطق الصناعية التراخيص الصناعية المناطق الاقتصادية الصناعات الصغيرة والمتوسطة حماية المنافسة بقت موجودة عندي حتى لو أنا عايز أعدل عليها بس على الأقل بقت عندي قاعدة تشريعية لتمكنني من الانطلاق موضوع دعم الصادرات ويعني مش مهندس محمد اتكلم عليه يعني الحقيقه لما توليت المسؤولية والحكومة وكان يعني توجيهات فخامة الرئيس نحل مشاكل المصدرين ورجال الصناعة في مصر. احنا لقينا متأخرات تصل إلى عام 2012 ما اتدفعتش للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات. تدخلنا وحلينا هذا الموضوع بمنتهى القوة وسددنا ما يقرب من 40 مليار جنيه في سنة ونص متأخرات كان دعم صادرات من غير هذه المبالغ لم يكن باستطاعه المصانع والكيانات الصناعيه في مصر انها تصمد في ظل جائحه كورونا انا بس بوري احنا اتحركنا كدوله ازاي ده اللي ادانا النهارده الفرصه ان احنا بقينا بنشوف ان سنه 21 شهدت طفره كبيره في الصادرات والسنه دي اول ثلاث اشهر بالرغم من كل الازمات اللي فيها العالم برضو صادراتنا زادت بنسبة محترمة وبنأمل إنها تزيد في في هذا الشأن. اجتماعات متواصلة بتحصل مع اتحاد الصناعات مع مجالس التصدير عشان نحللهم أي مشاكل. النهاردة هل لازم ما زالت في معوقات؟ بالتأكيد ما زالت في معوقات. التطبيق الفعلي على الأرض وحل المشاكل المتراكمة والإجراءات بعض الإجراءات البيروقراطية اللي ما زالت موجودة. عشان كده اتحركنا مؤخرا في موضوع الأراضي كان دايما هناك شكوى طب انتوا بتطرحوا الاراضي بس اليه الطرح ما بتمكنناش كمصنعين حقيقيين ان احنا نحصل على الاراضي اللي احنا محتاجينها في الاماكن اللي احنا عايزينها طلعنا قرار ان احنا هيبقى الاراضي اساس اتاحتها اه موضوع اه حق الانتفاع او اه شراء الارض او بيع الارض ولكن اساس التسعير في كل في كلا التوجهين سعر المرافق فقط لا غير مع تيسيرات في السداد عشان اشجع المصنعين ان هم يحصلوا الاراضي اللازمه لانشاء المصانع بس بشرط ان يتم الانشاء والتشغيل في اسرع وقت ممكن موضوع الموافقه وكانت دي دائما ان الشكوى من الحصول على العديد من لابد عشان اعمل مصنع انا عايز محتاج كعب داير الف على اكتر من جهه في الدوله علشان ان انا احصل على الموافقات بتاعتي أصدرنا التوجيهات إن الكلام ده كله يتم من هيئة التنمية الصناعية وهي اللي تبقى ملزمة بعد كده إنها تجيب كل الموافقات بتاعة باقي الجهات. إن لازم الرخصة تطلع في مدة زمنية لا تستغرق عش أكثر من 20 يوم عمل. كل دي إجراءات جديدة إحنا خدناها عشان نسرع من عملية تعميق الصناعة الوطنية. الكلام ده كله عارفين إن هو هياخد وقته ولكن الاهم ان احنا نبقى عارفين مسارنا وبنتحرك فيه بمستهدفات وارد ان احنا نحتاج نعدل هذه الخطط هنعدلها بالتشاور مع شركائنا من القطاع الخاص الوطني والاجنبي حتى اللي احنا بنرحب بوجوده في هذه النوعيه من الصناعات الاستراتيجيه واللي احنا النهارده عشان برضو دي فرصه مهمه جدا ان احنا نتكلم دوله اعدت وثيقه سياسه ملكيه الدوله في كل المجالات واللي احنا ان شاء الله يعني اعلنا ان احنا انتهينا منها وهنطرحها للحوار الوطني ويمكن ان شاء الله هيبقى في فرصه ان احنا نعمل مره اخرى اجتماع موسع علشان نناقش هذه الوثيقه مع كل شركائنا من كل الجهات عشان نمهد ونطلق للحوار الوطني في خلال الايام القليله القادمه هاجي عشان بس ما اطولش على حضراتكم ال... افريقيا وكيف يمكن ان يعني نتكامل افريقيا دكتوره حنان حضرتك قلتي كلمه مهمه جدا قالت ان من حجم تجاره افريقيا واحتياجات افريقيا 18% فقط بيجي من التجاره البينيه داخل افريقيا بالمقارنه ب 58% في اسيا خلينا عشان ما نظلمش نفسنا في افريقيا افريقيا برضو موضوع سياسه جلد الذات افريقيا يعني خلينا نقول انها يعني عانت وما زالت بتعاني من بعض يعني المشاكل الهيكليه الاساسيه اللي خلت افريقيا متاخره نوعا ما عن بقيه العالم ولكن الكل بيجمع على ان افريقيا هي المستقبل انا في تقديري لن تقوم يعني قائمه لعمليه التكامل ما بين الدول الافريقيه من غير الاساس ان يكون هناك بنيه اساسيه رابطه ما بين دول افريقيا لن لن تزيد التجاره البينيه بدون شبكه طرق بتربط ما بين دول افريقيا وبعضها البعض. وان يكون هناك حرق التكامل ما بين المطارات والمواني ما بين افريقيا وبعضها البعض. الاجراءات الخاصه باتفاقيه التجاره الحره وتفعيلها. نقطه مهمه جدا ودي اللي انا شايف ده بقى دور اساسي للاتحاد الافريقي ومن الاقتصاديه. بناء قاعدة البيانات عن الصناعات اللي موجودة في كل دول افريقيا النهارده وأيضا احتياجات كل دولة. يعني نقطة مهمة جدا أنا النهارده على مستوى أي دولة أنا كرجل صناعة في مصر ما عنديش فكرة هي الدول المختلفة جوه افريقيا احتياجاتها ايه. وارد يكون عندي بالفعل قدرات تصنيعية وعندي قدرات ان أنا أصدر لكن أنا مش عارف احتياجات دول افريقيا ايه. هنا بقى عشان اعمل هذا الكلام ده انا شايفه دور اصيل للاتحاد الافريقي والمفوضيه ان هما لازم يعملوا لنا هذا الكلام ويبقى متاح لينا كلنا كدول وكقطاع خاص في هذه في دولنا عشان نقدر يكون عندي قاعده بيانات يستطيع اي مصنع في اي دوله افريقيه انه يعرف احتياجات باقي الدول ومين اللي ممكن يبقى شركاء في هذه الدول عشان يقدر من خلالهم يتعاون ويتحالف معاهم عشان يقدر يدخل هذه الاسواق الكلام ده اعتقد شيء مهم جدا بنيه اساسيه قاعده بيانات توحيد مواصفات قياسيه ما بيننا وما بين بعض كدول افريقيه دول اعتقد الثلاث نقاط الاساسيه اللي حيمكنوا افريقيا من الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعه والتجاره البينيه انا بشكر حضراتكم لاتاحه الفرصه ليا لهذه المداخله